هنقول تشكيل النادي الاهلي تاني عشان حصل تغيير، لان وهما بيسخنوا علي معلول ما قدرش ان هو يعني يبدا المباراه، فهيبدا المباراه الشناوي ومحمد هاني وايمن اشرف هما اللي على الاطراف، وهيبقى بدر بنون وياسر ابراهيم هيخش في القلب. يبقى التغيير اللي ورا علي معلول هيخرج وايمن اشرف هو اللي هيلعب مكانه، وهاني الناحيه الثانيه وياسر هو اللي في القلب. كابتن شريف، محفل عالمي نهايته النهارده وان شاء الله يكون ختامه مسك، ولكن كلنا فخورين بما قدمه النادي الاهلي في الدوره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا في فخر، طبعا احنا موجودين في كاس عالم الانديه، يوم جديد بتلعب بطل من ابطال قاره جديده. لعبنا قدام بايرن ميونخ، استفدنا وشفنا تلعب قدام مليار ونص يورو في الارض بتجري، يعني في فرق في الامكانيات، في فرق في كل حاجه. انما اولادنا الحمد لله يعني على قد الامكانيات اللي عندهم، ووجودهم كان في الملعب كنا بنحلم وكنا بنطمع، ودايما احنا بنحلم وبنطمع ان احنا نبقى لينا وجود في جميع المحافل وقدام كل الفرق. ولكن الواقع بتاع بايرن ميونخ حقيقه فعلا فرقه من اكبر فرق العالم. حقيقه كنت بتكلم مع كابتن هاني قبل ما اخش، بقول له هم عملوا ايه مع دورتموند؟ قال لي كسبوهم 4-1. يعني فاهم قصدي؟ فرقه منظمه، عندها جميع الخطوط منتظمه، عندها حارس كبير جدا، عندها امكانيات رهيبه، مش من دلوقتي، ده من زمان يعني. ما كانش لقبوا بان هم احسن فرقه في العالم. ننسى الماضي، نتعلم منه، ان احنا يبقى لنا وجود ان شاء الله قدام بالميرس، بطل برضه من ابطال امريكا الجنوبيه، فرقه برازيليه خرجت فرق كبير جدا، كان عندها تجربه في كاس عالم الانديه، اتغلبت 1-0 بضرب الجزاء، وجود تاني النهارده قدام النادي الاهلي. فانا شايف ان النهارده هيبقى في مباراه حلوه، هنتفرج على مباراه جميله جدا، فيها بقى اوبن جيم، فيها تحفظ بس فيها توازن، توازن في الخطوط، فيها لعب كوره غير الماتش، فيها لعب كوره، لان الحافز المركز الثالث ميداليا، صحيح ميداليا برونزيه زي هذا الفضيه، مش زي هذا زي الذهبيه، انما اعتقد انها يعني تتساوى، غير ان الفلوس تبقى اكتر شويه في الفضيه. صحيح. اهلي خد خبره كبيره جدا، دخل البطوله بمكسب، وبعدين بايرن ميونخ، وكلنا كنا عارفين موقعة بايرن ميونخ هيحصل فيها ايه، وكنا بنتمنى شيء تاني. انما انا حاسس النهارده ان انا فرقتي داخله بماتشين كبار، لعبوا قدام فرقه كسبت برضو، طلعت الخامس الدحيل، الدحيل كسبت 3-1، يعني كانت فرقه كبيره جدا. مزبوط. وفيها محترفين كويسين، احنا تعاملنا معاهم بنفس الشكل، اعتقد ان هذا الشكل هيكون، هنرجع تاني مع مصر موسيماني لهذا الشكل تاني. أيوه. في مباراه اليوم. أيوه. مش عايز اقول لك ان بالميرس مش فرقه جامده، لا فرقه جامده وكل حاجه وسرعات وبتاع، انما عندهم برضو مش زي بايرن ميونخ، عندهم مثلا باك ليفت انت تقدر تحدد ناحيه الهويه، من ناحيه اليمين تقدر تخترق من هنا، تقدر تعمل عرضيات، تقدر بقى لك وجود في منطقه ال 18، بيلعبوا جيم مفتوح، التحضير بتاعهم زينا بالظبط، يعني احنا دايما بنحضر من نص الملعب على الفوق لغايه ما بنخش جوه الجيم. الجيم شكله ايه بقى؟ صحيح. قفشه وطاهر محمد طاهر وولتر بوالي، لازم دول يبقوا محطات يا كابتن ايمن في المباراه النهارده، غير الشكل اللي انا شفته في بايرن ميونخ. لازم يبقى في تقارب من الخطوط من 4-3-2-1 اللي احنا بنلعبها دلوقتي. اكرم توفيق عنده سرعات عشان يامن لك ناحيه اليمين. عمرو السوليه لازم يبقى فيه مجهود اكتر وطمع اكتر جوه منطقه جزاء بالميراس. هنتكلم يعني في الامور الفنيه ان شاء الله. النهارده مطلوب من لعيبه النادي الاهلي صوره جديده، روح جديده، ودايما روح التيشيرت الاحمر اكيد بيبقى لها طابع خاص بنتمناها اليوم. صحيح.